ما شاء الله تبارك الله، لقطة صباحية وطنية من مدرسة قائم الدش الابتدائية والمتوسطة بتعليم صبية. والوطن متطور والشعب آمن ولله الحمد.
هذه المفاتن في عينيك تأتلق، وفي لحاظك هذا السحر والألق، وفي ثراك من التاريخ أوسمة تلملم الشمس عراسا وتنطلق. فأنت يا موطني ماض يعانقه زه البطولات والإشراق والعبق، وأنت في حاضر تكسوه أجنحة علوها من بياض الصبح ينبثق. يغازل الفجر في عينيك أغنية ويزدهي في سماك الليل والشفق، فأنت في مهجتي نبض وفي قلمي حبر وفي كل عام يزهر الورق. اثنين وتسعون عام عن الأمجاد يا وطني، حدثوني عن الفخر والانتماء، أحدثكم عن الوطن. عام والسعودية تعانق السماء مجدا وتحضن السحاب فخرا وعزا، دمت يا بلدي حبا وعشقا. 92 عاما من المجد والازدهار والرخاء والأمن والأمان والسلم والسلام، عام يأتي وعام يمضي، وكل عام يخلد حب الوطن أكثر من الذي مضى، حماك الله يا دار التوحيد. وكل عام ودولتنا وحكومتنا وأرضها وشعبها بألف خير. Thank you.